شرف بلده، ادى كل المصريين في الخارج مثال في التضحية يجب أن يحتذى به. ده مش كلامي، ده كلام السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، لأنها زارت محافظة كفر الشيخ علشان تقدم واجب العزاء لأسرة المصري الله يرحمه إبراهيم الأوللي اللي توفي في حادث حريق مستشفى جازان السعودي بعد ما أنقذ 10 مواطنين سعوديين من الحريق. السفيرة نبيلة مكرم زارت أسرة الضحية وكان في تكريم، ويعني كان في لقاء ودي نفهم برضه تفاصيله ودلالة هذه الزيارة من سيادة السفيرة نبيلة مكرم موجودة معانا على التليفون. مساء الخير وبرحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا، مساء النور. أهلا وسهلا. طبعا خطوة عظيمة حضرتك قمتي بيها، كلميني عن الزيارة وإيه اللي حصل فيها. الحقيقة أنا حرصت النهاردة أني أنا أزور محافظة كفر الشيخ علشان أقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد إبراهيم الأوللي الله يرحمه اللي راح ضحية حريق في مستشفى جازان في الرياض بالسعودية. المواطن المصري إبراهيم الأوللي الحقيقة أدى نموذج فاخر لأبناء الوطن في الخارج في رفعهم لاسم مصر عاليا. إبراهيم مات وهو بينقذ 10 من السعوديين جراء هذا الحريق. الحقيقة يعني أنا طبعا كوزيرة للدولة وللمصريين في الخارج بدور دايما على النماذج المشرفة، وفي نماذج مشرفة ومبهرة في الخارج كتيرة جدا من أطباء ومهندسين وخبراء، إنما الحقيقة نموذج إبراهيم الأوللي شدني جدا جدا، وحرصت بالتالي إن أنا أروح علشان أبلغ أسرته فخر مصر باللي عمله. هو يعني ضحى بحياته فداء للآخرين ورفع مصر في مماته. فزي ما حضرتك عارفة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كرم أسرة الفقيد واسم إبراهيم الأوللي، إداله وسام من الدرجة الأولى ويعني وجه بدفع 1,000,000 ريال لأسرة الفقيد. زيارتي النهاردة لأسرة الفقيد أولا عشان أقدم واجب العزاء، وعلشان أؤكد لزوجته ووالدته وإخواته وأبنائه بالأخص أنه والدهم عمل شيء جميل جدا، هم لما يكبروا هيفهموا بالضبط الوالد عمل إيه وأن مصر فخورة بيهم. تمام، شكرا سيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بشكرك يا فندم.